ومن المشكلات التي تعترض الإملاء أيضا قضية الإعراب، فعلى الكاتب أن يعي تماما ما يحدث من تغيير في أواخر الكلمات المعربة. وهناك مجموعة من القضايا في هذا الباب، من مثل حذف حرف العلة التقاء الساكنين مثلا، كما في قولي لم يكن، لاحظوا كيف التقى ساكنان وهما سكون الإعراب وسكون حرف العلة، فحذفنا حرف العلة لالتقاء الساكنين، وهذا ما نجده في كلمات أخرى مثل لم يصب ولم يقل ولم يستطع. وكذلك حذف حرف العلة من نهاية الفعل المضارع المعتل الآخر حالة الجزم، مثل قولي لم يدعو، لم يدنو، لم يسعى، لاحظوا كيف حذفنا حرف العلة. فأي كاتب لا يعي تماما هذه القواعد فإنه بالتالي سيخطئ في رسم هذه الكلمات. ومن المشكلات التي تعترض الإملاء أيضا وجود فرق بين رسم الحرف وصوته، ونقصد هنا حروف الزيادة وحروف الحذف. انظروا إلى هاتين القائمتين، لاحظوا أن القائمة الأولى تشتمل على 3 كلمات، في كل كلمة من هذه الكلمات حرف يكتب ولا يلفظ، أو ما نسميه حرف زيادة. لاحظوا الواو في عمر، والواو في أولئك، والألف الفارقة في درس، فهذه حروف تكتب ولا تلفظ. أما القائمة الثانية فتشتمل على كلمات، في كل كلمة حرف حذف، أي حرف يلفظ ولا يكتب. لاحظوا الألف الوسطى في الرحمن، والألف المتطرفة في هاء التنبيه في كلمة هؤلاء، والألف المتطرفة في اسم الإشارة ذا في كلمة ذلك. ومن المشكلات أيضا قضية الضبط أو الشكل، أو وضع الحركات على الكلمات، فكثير من الكلمات تعتمد في معناها على ضبط حروفها ضبطا صحيحا، فقد نقول فعل أو فعل أو فعل أو فعل. لاحظوا هذه الاختلافات والصور الكثيرة للكلمة الواحدة. لذا من المشكلات التي تواجه الكاتبة عدم القدرة على الضبط الصحيح لمكونات الكلمة. لاحظوا الضاد والراء والباء، الاحتمالات التي يمكن أن ترد عليها هذه الكلمة: ضرب، ضرب، ضرب. فإذا على الكاتب عندما يكتب، إذا ما كانت الكلمة بحاجة إلى ضبط لأن معناها يعتمد على هذا الضبط، عليه أن يجتهد في ضبط هذه الكلمة ضبطا صحيحا. لاحظوا الفرق في قولي يساعد ويساعد، أو يفهم ويفهم، أو يعبئ ويعبأ. فإذن ضبط الكلمات هنا ضبطا دقيقا وصحيحا هي مهارة يجب أن يمتلكها الكاتب حتى تكون كتابته صحيحة. أحبابنا الكرام،
هذه بعض المشكلات التي تعترض الإملاء، إلا إن هذه المشكلات لا تسوغ للبعض شنهم هجمة شرسة على علم الإملاء لا أساس لها من الصحة، يدعون بأنه عصي على الفهم وكثير الشواذ وغير مصطلح عليه، وهذا تجنن على علم الإملاء وعلى اللغة العربية. كل علم فيه صعوبات ومشكلات، لكن يمكن التغلب عليها من خلال الإحاطة والإلمام بقواعد هذا العلم. للأسف فإن من أهم الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى وجود مثل هذا التصور هو أننا في المدارس أو في الجامعات نعالج قضايا الإملاء بشكل جزئي. لو كنا ندرس قواعد الإملاء بشكل تكاملي وأحطنا بجميع جوانبه لما وجدنا مثل هذه المشكلات، وبالتالي فإن وجود هذه المشكلات أمر طبيعي نتعامل معها بشكل طبيعي، ونبحث عن مخارج لكل صعوبة من هذه الصعوبات حتى نتمكن بإذنه تعالى من إتقان الرسم الإملائي بصورة صحيحة. أحبابنا الكرام، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الجزء الثالث والأخير من أجزاء هذه المحاضرة، والذي خصصناه للحديث عن بعض المشكلات التي تعترض الإملاء. وبهذا نكون أيضا قد انتهينا من معالجة محاور المحاضرة الأولى، والتي كانت عبارة عن مقدمة في علم الإملاء، تناولنا من خلالها ثلاثة محاور رئيسة، ألا وهي مفهوم الإملاء وأهميته، وتكامل الإملاء مع علوم العربية الأخرى، وبعض المشكلات التي تعترض الإملاء. أدعو الله أن أكون قد وفقت إلى معالجة هذه الموضوعات معالجة سليمة تحقق الفائدة التي نسعى إليها، كما أدعوه سبحانه جل في علاه أن يعلمنا دوما ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تبخلوا علينا أحبابنا الكرام بأسئلتكم وملاحظاتكم ومداخلاتكم، فهذا ما يثري المساق ويجعل الفائدة تعمنا جميعا. لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى مع المحاضرة الثانية ضمن سلسلة محاضراتنا في هذا المساق، والتي سنتحدث فيها عن مهارات رسم الهمزة الابتدائية. إلى هناك أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.